بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكاترة ووحوش تاني اعدادي، بجد بجد وحشتوني. وطبعا بنسمع على طول يا فاشل، يا اللي ما تنفعش في اي حاجة مهما سمحت الكلمة دي، لازم تكون واثق في نفسك، ولازم تصدق حلمك، ولازم تعرف ان انت تقدر تعمل المستحيل. واحنا طبعا معانا امتحان شهر فبراير، وده تحدي خاص وخصوصا ليك. يلا بينا على طول على التحدي، وما تصدقش غير نفسك، وجيب اللايك والكوبايه الشاي معاك، ويلا بينا على التحدي الخاص. احنا بنتكلم طبعا عن امتحان شهر فبراير. اول حاجه هيجي لي هي ايه الخريطه. لما يقول لي واحد هنا دوله تقوم بها الزراعه على الامطار، دوله ايه دي؟ دوله اليمن. طب لما يقول لي اتنين دولة تقوم بها الزراعة على الامطار، برضو هي ايه؟ هي دولة جنوب الصومال. طب تلاتة دولة تقوم بها الزراعة على الامطار، برضو هي ايه؟ هي جنوب موريتانيا. طب لما يقول لي اربعة البحر ايه؟ على طول نقول له البحر ايه؟ ايه البحر ايه؟ البحر المتوسط. طب لما يقول لي هنا خمسة البحر ايه؟ ايه البحر ايه؟ انت عرفت، ايوه قول كده، شاطر، برافو عليك، البحر الاحمر. طب لما يقول لي ستة المحيط ايه؟ المحيط ايه؟ المحيط ايه؟ ايوه الله ينور عليك، المحيط الهندي. يلا بينا. هنا بقى انا عايز ايه؟ هو انت محتاج حاجة مني؟ انت اكيد عرفت اجابة الاسئلة، بس يلا معايا. من العوامل الطبيعية اللازمة لقيام الزراعة في الوطن العربي، عوامل ايه؟ قال لي طبيعية، يبقى نقول له التربة الخصبة. طب من العوامل البشرية اللازمة لقيام الزراعة في الوطن العربي، قال لي ايه؟ عوامل بشرية، بشرية، نقول للسوق. هنا تعتمد معظم الزراعة في الوطن العربي على ايه؟ الزراعة في الوطن العربي بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على الامطار. طب لما يقول هنا تعتمد الزراعة في المناطق نقط بالوطن العربي على المياه الجوفية، قال لي ايه؟ المياه الجوفية، المياه الجوفية. طب المياه الجوفية موجودة فين؟ في الصحراوية طبعا. طيب انشئت مدينة نقط في عهد الخليفة معاوية ابن ابي سفيان، اللي هو طبعا سيدنا معاوية ابن ابي سفيان انشأ ايه؟ انشأ القيروان. طيب امر الخليفة نقط بتنقيط المصحف، امر الخليفة نقط بتنقيط المصحف، اللي حط النقط على الكلمات في المصحف، هو عبد الملك بن مروان. تمام. طب لما يقول لي هنا يعد الخليفة نقط آخر الخلفاء الأمويين، آخر خليفة في الأمويين هو مين؟ هو عمنا الحاج مروان بن محمد. طيب قامت الدولة الأموية على يد مين؟ مين اللي أسس الدولة الأموية؟ هو معاوية ابن أبي سفيان. أنشأ عبد الملك بن مروان مسجد نقط ببيت المقدس، عبد الملك عمل أنه مسجد قبة الصخرة. تمام. قام الوليد بن عبد الملك ببناء نقط في دمشق، ابنه بقى ابن عبد الملك اللي هو اسمه الوليد بن عبد الملك عمل ايه؟ غار من ابوه بنى ايه؟ المسجد الاموي. قولوا له ايه رايكم لما يكون الاب وابنه بيبنوا مساجد، ده حاجه كويسه ولا حاجه وحشه؟ وانتوا تتمنوا ان انتوا تكونوا زيهم ولا لا؟ اكتبوا لي ده في التعليقات. طيب هنا ادت زياده السكان بالوطن العربي الى زياده الطلب على المنتجات الزراعيه. لما زاد السكان عايزين منتجات اكتر، يبقى زيادة الطلب، الكلام ده صح. تنتشر الزراعة على الامطار في الاجزاء الشمالية للوطن العربي، الاجزاء اللي قريبة من البحار هي ده اللي بيكون فيها امطار، صح كده. ادخل الوليد بن عبد الملك نظام الوراثة في الحكم، لا ده معاوية هو اللي ايه خلى ابنه ايه طبعا في الحكم، يبقى هو اللي ادخل نظام ايه الوراثة. أنشأ مسجد قبة الصخرة في بيت المقدس، مين اللي عمل مسجد قبة الصخرة؟ لسه قايلين عبد الملك بن مروان. طب مين اللي ضرب العملة الإسلامية وعرب الدواوين؟ يعني إيه؟ يعني خلى عملة لينا، يعني خلى فلوس باسمنا، باسم العرب. طبعا عبد الملك بن مروان، وقولوا لي إيه رأيكم في ده؟ تمام؟ بنى المسجد الأموي بدمشق، هو ابنه الوليد بن عبد الملك بن مروان. أعاد بناء المسجد النبوي ووسع الحرم، برضو ابنه الوليد بن عبد الملك بن مروان. طبعا انتوا تتمنوا ان يكون ابنائكم افضل منكم.
طيب هنا انتصر في معركة الزاب 132 هجريا على الامويين. من هو اللي انتصر؟ ابو مسلم الخراساني. ابو مسلم الخراساني اللي هو كان بيتكلم باسم الدولة العباسية، المؤسس الحقيقي للدولة الاموية. خلي بالك انا بكلمك هنا عن المؤسس الحقيقي، لما اقول لك المؤسس التاني ده حاجة تانية. يبقى المؤسس الحقيقي مين؟ معاوية ابن ابي سفيان. طب المؤسس الثاني عبد الملك ابن مروان. ركز معايا واللايك مهم يا حبيبي. فتحت في عهده بلاد الاندلس واقليم السند. من هو الولا؟ الوليد بن عبد، لا ده مش ولا، ده راجل وتاج على رؤوسنا، لان في عهده فتحت في عهده بلاد الاندلس واقليم السند. طيب اعاد ما وهب له هو وزوجته الى بيت الماء. طب انا عايزكم بقى مع بعض كده بالراحه قولوا لي، لما يكون في رئيس دولة أو رئيس دول بأكملها ويكون معاه فلوس من الزكاة أو من بيت المال ويرجح كل الفلوس ديت والذهب اللي مع مراته للدولة ويقول الشعب أحق بيها، إيه رأيكم؟ اكتبوا لي بقى في التعليقات إيه رأيكم في الكلام ده. أعاد ما وهب له هو وزوجته إلى بيت المال. مين هو؟ عمر بن عبد العزيز. طيب هنا بقى بما تفسر، يعني قل لي إيه السبب بما تفسر قيام الحضارة في مناطق الزراعة. هي الحضارة اشمعنى قامت في مناطق الزراعة؟ ليه؟ لأن الموضوع بكل بساطة إن مناطق الزراعة فيها عوامل قيام الزراعة. يعني إيه؟ فيها مية وفيها تربة خصبة، ولما يكون الإنسان عنده مية وتربة خصبة يبقى هيؤدي إلى الاستقرار، ولما يستقر الإنسان هيتن عايش مدة كبيرة من السنين، ولما يتن عايش مدة كبيرة من السنين هيعمل حضارة. يعني إيه هيعمل حضارة؟ يعني هيبني مقابر وهيبني حاجات ياما جدا جدا هتبقى أثرية بعد كده، فيبقى ده اسمها حضارة. يبقى بسبب توافر عوامل قيام الزراعة التي أدت إلى الاستقرار وبالتالي قيام الحضارة. طيب لما يقول لنا بما تفسر قيام الزراعة في الوطن العربي، ليه الزراعة قامت في الوطن العربي؟ اشمعنى الوطن العربي هي اللي قامت في زراعة؟ قال لك بسبب توافر عوامل قيام الزراعة بالوطن العربي التي تنقسم إلى عوامل طبيعية وعوامل بشرية. ليه بقى؟ لأن الوطن العربي فيه عوامل طبيعية وفيه عوامل بشرية، في تربة وفي مية عذبة وفي مناخ معتدل وفي سوق وفي مواصلات، وكل الحاجات دي بتخلي في زراعة في الوطن العربي. طيب لما يقول لي بما تفسر اختلاف مناطق توطن الزراعة في الوطن العربي، يعني ايه معنى مناطق توطن الزراعة؟ يعني الزراعة في الوطن العربي موجودة في اماكن مختلفة مش في مكان واحد بس. هنقول لك بسبب ايه؟ بسبب طبعا اختلاف مصادر المياه العذبة التي تعتمد عليها الزراعة في الوطن العربي، فتوجد زراعة على المطر ومناطق زراعة على الري ومنها الانهار ومناطق زراعة على المياه الجوفية. في الصحراء في مياه جوفية فبالتالي بنزرع في الصحراء في الوحاء. طيب على المناطق الشمالية على الوطن العربي في بحر فالمية بتصعد وتتساقط على هيئة أمطار فبنزرع جنب إيه؟ المناطق الشمالية في الوطن العربي. طيب في قلب الوطن العربي في أنهار والأنهار دي مية إيه؟ عذبة، فبتعمل لنا اللي هي السهول اللي هي الأراضي اللي جنبها فبنروي. يبقى إذن المناطق الزراعة في الوطن العربي مختلفة ما بين الصحراء وما بين شمال الوطن العربي وما بين قلب الوطن العربي حسب مصادر المياه. طيب لما يقول لي بما تفسر تذبذب الانتاج الزراعي في الوطن العربي، يعني ايه تذبذب؟ يعني الانتاج الزراعي في الوطن العربي مش ثابت، يعني مش كل سنة نعمله مثلا 50 كيلو مثلا من القمح على سبيل المثال يعني، تمام؟ لا هو مش ثابت، مرة 50 مرة 30 مرة 40. ايه السبب؟ هنقوله بسبب اعتماد الزراعة في الوطن العربي على مياه الامطار وهي متذبذبة. متذبذبة في اوقاتها وكمياتها. يعني ايه معنى الكلام ده؟ يعني مرة الجو يشتي ياما، ومرة يشتي قليل، ومرة يشتي متوسط. يبقى اذا الشتاء هو اللي بيخلينا نزرع الاراضي، تمام؟ فبالتالي لو ما في الشتاء يبقى ما في الزراعه، يبقى الانتاج هيقل. لو في الشتاء يبقى في زراعه، لو في الشتاء ياما يبقى في زراعه ياما، يبقى الانتاج هيزيد. يبقى على حسب ايه؟ كميه ايه؟ المطر.
طب هنا لما يقول لي بما تفسر أهمية الزراعة لسكان الوطن العربي، هي الزراعة بتفيد الوطن العربي في إيه؟ بتفيده يا سيدي إن هي بتوفر له احتياجاته من المواد الغذائية، هو الفول والعدس وكل الحاجات اللي أنت بتاكلها كلها زراعة. فرص عمل لأنه يعمل بها 50% من سكان الوطن العربي، نص سكان الوطن العربي بيشتغلوا في الزراعة. يبقى ده فرص عمل ولا مش فرص عمل؟ كمان بتوفر لنا المواد الخام اللازمة طبعا للزراعة، مثل إيه؟ مثل القطن، القطن انت محتاجه وبتستخدمه في الملابس، وقصب السكر انت عشان بتصنع منه السكر والفاكهه والخضروات محتاجها، وكمان بتوفر لنا رؤوس الاموال. وانت لما تبيع الزراعه ديت اللي انت او المحصول اللي انت بتطلعه بتوفر فلوس فبتعمل مشروعات. طيب هنا بما تفسر تنازل الحسن بن علي عن الخلافه لمعاويه، مكتوبه غلط معلش، ليه بقى تنازل؟ عشان حاجتين، حقنا لدماء المسلمين وجمعا لكلماتهم. قولوا له ايه رايكم ان في اتنين بيتنافسوا على الرئاسه، واحد فيهم بيقول لا انا هتنازل واسيب ايه الرئاسه لغيري عشان يقدر طبعا نجمع كلمات المسلمين. قولوا له ايه رايكم بما تفسر تسميه عام 41 هجريا بعام الجماعه؟ ليه بقى؟ لانه هو العام الذي اجتمعت فيه كلمات المسلمين بعد تنازل الحسن، بعد تنازل الحسن بن علي للخلافه عن الخلافه لمعاويه ابن ابي سفيان. بكل بساطه هو العام اللي تنازل فيه الحسن بن علي عن الخلافه لمعاويه، فجمعت كلمه المسلمين، عشان كده سميناه بايه؟ بعام الجماعه. طب هنا بما تفسر نقل أو نقل معاوية ابن أبي سفيان عاصمة الخلافة إلى دمشق. ليه بقى معاوية ساب خالص المدينة وساب الكوفة اللي كان موجود فيها علي ابن أبي طالب وساب كل ده وراح لدمشق؟ ليكون بين مؤيديه، عايز يتن ما بين أنصاره، ده حاجة طبيعية. طب بما تفسر أنشأ الخليفة معاوية ابن أبي سفيان لديوان الخاتم، عمل ليه ديوان للخاتم؟ قال لك لحفظ وختم مراسلات الخليفة، عشان يضمن ان هو لما يعمل رسالة ويحط عليها الختم ان ما فيش حد يقدر يفتحها، ما حدش ايه يقدر يفتحها. طيب لما يقول لي بما تفسر يعد عبد الملك بن مروان المؤسس الثاني، لسه قايلين اهو المؤسس الثاني للدولة الأموية، ليه بقى؟ لأنه قضى على الفتن وأعاد الاستقرار للدولة الإسلامية. طب بما تفسر كراهية الموالي للأمويين، ليه غير العرب كرهوا الأمويين؟ لأن الموالي كانوا يرون أن الأمويين بيفضلوا العرب عليهم. لا 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 لا، ده انتوا بطبع الفرس والكلام ده كله. بما تفسر عصر الوليد بن عبد الملك هو العصر الذهبي للدولة الأموية، اشمعنى عصر الوليد بن عبد الملك أهم حاجة حصلت في الدولة الأموية كلها، هي الحاجة البريق والنور اللي بتنور للدولة الأموية؟ لأنه أول حاجة بنى المسجد الأموي بدمشق، اتنين أعاد بناء المسجد النبوي بالمدينة، تلاتة وسع الحرم المكي بمكة، أربعة مهد الطرق وحفر الآبار، خمسة وصلت جيوش المسلمين في عهده إلى بلاد الأندلس غربا وإقليم السند شرقا، ستة تقديم الخدمات الاجتماعية كرعاية المرضى والمعافين والفقراء. طب واحد عمل كل الحاجات ده يستحق ولا ما يستحق؟ اكتبوا له برضه في التعليقات من وجهة نظركم، انتوا شايفين ان هو يكون العصر الذهبي ولا في ناس تانية كانت تستحق الكلام ده؟ طيب بما تفسر ضعف وسقوط الدولة الأموية، ليه بقى الدولة الأموية سقطت؟ لعدة أسباب. أول حاجة تولى ستة خلفاء ضعاف بعد عمر بن عبد العزيز، بعد عمر بن عبد العزيز جاء من بعده ستة خلفاء وكانوا إيه؟ ضعاف جدا جدا جدا. اتنين ضعف الأمراء والصراع بينهم نتيجة لتعيين اثنين في ولاية العهد، كل واحد كان موجود في الحكم كان بيقول ايه؟ ان ابن الكبير هو اللي يمسك الحكم من بعدي، وبعد كده ابن الكبير يبقى ابن الاصغر منه، فلما يموت يجي الابن الصغير عايز يطير اخوه الكبير فيعمل طبعا مؤامرات وممكن يقتله. الصراع بين القبائل العربية على النفوذ، كراهية الموالي للأمويين، كثرة الفتن والثورات التي قام بها الشيعة والخوارج، وأهم حاجة الدعوة العباسية التي قام بها أبو مسلم الخراساني وهزيمة العباسيين للأمويين في معركة الزاب 132 هجريا ماشي، وقتل مروان بن محمد آخر ملوك الدولة الأموية. طب هنا لما يقول لي ما النتائج المترتبة على توافر الأنهار بالوطن العربي، يعني إيه اللي حصل؟ لما
لما بقى عندنا انهار في الوطن العربي حصل طبعا ان احنا بقى عندنا تربه خصبه، اي تربه السهول الفيضيه، ولما بقى عندنا تربه خصبه ايه اللي حصل؟ بقى عندنا زراعه. عيش بقى حياتك. ما النتائج المترتبه على زياده الطلب على المنتجات الزراعيه، لما زاد بقى الطلب على المنتجات الزراعيه وبدا السكان يطلبوا منتجات زراعيه ياما، ايه اللي حصل؟ ادى الى التوسع في النشاط الزراعي، زرعنا مساحات اكبر وزياده الانتاج، زودنا الانتاج وتحسين المنتجات الزراعيه، بدانا نهتم بالمنتجات الزراعيه اهتمام كبير، تمام، ونطورها لتنافس غيرها في الدول الاخرى. طيب النتائج المترتبه على اعتماد عمر بن عبد العزيز على الموعظه في نشر الاسلام، لما عمر بن عبد العزيز بدا ينشر الاسلام بايه؟ بالكلمه الطيبه، ايه اللي حصل؟ ادى ذلك الى دخول الناس في دين الله افواجا. هل يا ترى انتوا بتطبقوا الكلام ده على نفسكم ولا لا؟ بحيث ان انتوا لما حبيتوا ان انتوا تنصحوا اي حد بتنصحوه بالكلمه الكويسه ولا بتن تقولوا يا فاشل يا اللي ما بتفهمش؟ اكتبوا بقى في التعليقات وقولوا لي ايه رايكم في الكلام ده. ما النتائج المترتبه على معركه الزاب عام 132 هجريا، ايه اللي حصل؟ مقتل طبعا اخر خلفاء الدوله الامويه مروان بن محمد واسقاط الدوله الامويه وقيام الدوله العباسيه. ماشي يا سيدي، ماذا يحدث اذ لم توجد مجاري انهار بالوطن العربي؟ لو ما كانش في انهار ايه اللي حصل؟ يبقى نجيب العكس، مش هيكون في تربه خصبه ولا هيكون في استقرار ولا هيكون في ايه؟ حضاره. طيب ماذا يحدث اذا زادت كميه الامطار بالوطن العربي واستمرت دون تذبذب؟ لو الميه بتاعت الامطار في الوطن العربي ياما وبدون تقطع، ايه اللي هيحصل؟ عكس بقى الكلام، سوف يزيد الانتاج الزراعي ولن يتذبذب. تمام، لما يقول لنا ماذا يحدث اذ لم يتنازل الحسن بن علي عن الخلافه لمعاويه ابن ابي سفيان؟ لو الحسن بن علي قال لك لا انا مش هتنازل عن الخلافه، ايه اللي هيحصل؟ لم تجمع كلمات المسلمين ولم تحقن دمائهم ولم تقم الدوله الامويه، ولم تقم الدوله الامويه من الاصل. ماذا يحدث اذا انتصر مروان بن محمد في معركه الزاب؟ لو مروان بن محمد مش هو اللي تزم، لو هو بقى اللي انتصر، ايه اللي هيحصل؟ ستظل دوله الامويين قائمه ولن تسقط ولم تقم دوله العباسيين. ما العلاقه بين الزراعه والحضارات في الوطن العربي؟ يعني ايه اللي بيربط الزراعه بالحضاره؟ ايه اللي جاب البحر؟ البحر قال. ينفع الكلام ده؟ ايه اللي جاب القلعه جنب البحر زي ما بيقولوا؟ طبعا اللي هيحصل، حيث ان الزراعه جعلت الانسان يستقر وبالتالي قامت الحضاره. طب ما العلاقه بين المناخ والمحاصيل الزراعيه في الوطن العربي؟ اللي بيربط المناخ بالمحاصيل الزراعيه؟ قال لك ان هنا حيث ان المناخ ادى الى ايه؟ انتاج محاصيل متنوعه. طب لما عملنا محاصيل متنوعه مما حقق حصل تبادل وتكامل بين الدول العربيه في المحاصيل الزراعيه. وبكده يا ولاد نكونوا قد انتهينا من هذه المراجعه، ارجو ان تكونوا قد استفدتم، وما تنسوش اللايك والتعليقات مهمه جدا 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 يا شباب، وعاوزين نوصل الفيديو ده لاكثر من 5000 لايك، معرفش ازاي، بس انتوا اكيد هتتعاونوا على الخير لان ده خير، وعايزينه انتوا كمان يوصل لمين؟ لاقرب الناس واحب الناس ليكم، وعشان يوصل يبقى لازم تعملوا لايك واشتراك وتعليقات. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وتابعوني في المراجعات القادمة.